الحمد لله خلصنا الأرض، عاد بقي معانا إلا الخزان. باقي معانا الخزان بس، بنرفع لفوق نبي نحدد مكانه بس، ويصير أنا أطلع. شايفين الدمار ذا اللي بحط؟ أنا بحاول إني أطلع فوق وأحط الدمار، أرفعه كمان شوي لفوق علشان نقدر نحط الدمار حق الخزان فيه، وعلى كذا يكون إن شاء الله بإذن الله الأرض جاهزة مجهزة الحمد لله. طبعا الأراضي اللي زي كذا ما شاء الله تبارك الله. طبعا لو أنتم ملاحظين تقريبا المويه شبه طالع، يعني كذا في، شوف هنا المويه شوية طالع. الشاور قاعد يمسح الأرض مسح شامل وكامل، ويجيب الدمار اللي عندي وأنا أرفعه على فوق. برفع الدمار شوي فوق علشان لما بحث الخزان يكون في معي مجال احط الدمار حقه فيه. الشاور باقي معه 10 سنتي تمام من جهه كذا واحده، قاعد اضبط فيه ان شاء الله باذن الله وبيخلص. بعد كذا خلاص الشاور يطلع وانا بسحب الرمبه على فوق وبحفر الخزان. الخزان ان شاء الله بسيط، 7×7 نزول متر ونص، ما حياخذ مني وقت. بس اهم حاجه اني اضبط هنا دمار، هذا مكان عشان احط فيه الدفان، هذا مكان ما انا اشيل الحين. ما شاء الله تبارك الله، شوف لما يكون الدمار اخضر الدفان تقدر تشيل الباكت مرتين، يعني ممتاز جدا. والله مو واضحين والحمد لله انهم مو واضحين. ما بزود علشان يروح على هناك ممكن يسبب لنا مشكله، فبخليها هنا كده بس.